السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم بتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الله تعالى في المنام بالبشائر في الدنيا وحسن العاقبة، وقد تدل رؤية الله عز وجل في الحلم على الخير الكثير والرزق الوفير، وذلك لمن رآه بعظمته وجلالته. ومن رأى الله بغير هيئته في المنام فذلك دليل على سوء السريرة. ورؤية النظر إلى الله تعالى في الحلم تدل على نيل الرأي الرحمة والمغفرة يوم القيامة. وقال علماء تفسير الأحلام: من رأى الله تعالى واستطاع تحديد صورته ويصفها ويحددها في الحلم فتلك الرؤية من أضغاث الأحلام. فيما قال ابن شاهين: رؤية الله في المنام تدل على النجاح في الحياة والفرح القريب. وإذا رأى المؤمن الله تعالى في الحلم فذلك دليل على أن الله تعالى يراه بنفس يومه القيامة. فيما رؤية الله تعالى على هيئة إنسان في المنام تدل على الضلالة والوقوع في البدعه. ورؤية الله تعالى على شكل رجل معروف في الحلم تدل على أن ذلك الرجل قاهرا عظيما حسب ابن شاهين. ومن رأى الله تعالى تجسد بهيئة رجل عجوز في المنام فذلك دليل على انشغال الرأي في الفتن. ورؤية الله تعالى بشكل طفل في الحلم تدل على التخلص من الهموم والمشاكل إذا كان الرأي من العابدين المتقين لله عز وجل. كما رؤية الله تعالى في النور من نور في المنام تدل على كثرة الخيب والخصب. ومن رأى الله عز وجل بهيئة نور في الحلم واستطاع وصفه فذلك دليل على هم عظيم سيصيبه. قال النابلسي: رؤية كلام مع الله في المنام تدل على البشرى بعلو المنزلة والمكانة. ومن رأى الله تعالى يكلمه من وراء حجاب في الحلم فإنه يدخل في بدعة ويضل عن طريق الصواب وإن لم يكن الرأي من الصالحين. فيما حلم مناداة الله يدل على البشائر بقضاء الحوائج ونيل المراد والخروج من المحن. أما من رأى الله تعالى يعطيه شيئا من متاع الدنيا في المنام فإن يصيبه سقم والله أعلم. أما إذا رأيت أنك تتحاسب مع الله تعالى في المنام فذلك دليل على حصولك على حقوقك ومستحقاتك. نعم، الله يرسل إشارات للشخص النائم بهيئة أحلام، قد تكون هذه الإشارات مبشرة وقد تكون تحذيرية للرجوع عن المعاصي، وتكون هذه الرؤى صادقة، ويجب التفريق بين الرؤى الصادقة التي تشترط الطهارة وأضغاث الأحلام. فيما أبرز الأحلام التي تدل على رضا الله تعالى هي قراءة القرآن أو السماع آيات من القرآن الكريم. فيما رؤية الله تعالى في المنام لفتاة العزباء فيدل على الفرج القريب إن شاء الله. أما رؤية الله في المنام للمتزوجة فيدل على البشائر بتحسن أحوال معيشية. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد.